السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة سهل وسريع. يا رب تكونوا دايما بخير وبالصحة والسلامة دايما. معانا علبة كده، أي علبة موجودة عندنا، أي مقاس ينفع، أي علبة بلاستيك تنفع. دي علبة حلاوة طحينية، هبتدي أغلفها بالسفنج ده. ده سفنج خفيف جدا، هقسمه كده 3 طبقات فوق بعض وابتدي أغلف بيه الجوانب بتاعت العلبة كلها. هثبتها طبعا بالشمع، كل الشغل النهارده هنثبته بالشمع. بقيت بالشكل ده هبتدي اجيب برضو الغطا واحط له قطعه من الكرتون اثبتها من فوق، وبرضو هثبت فوقها 3 طبقات من السفنج الخفيف علشان تعمل كده طبقه عاليه فوق الغطا. اي زوايد بنقدر نشيلها عادي جدا، الفكرة دي تنفع لأي مقاس، لأي علبة، أي نوع، هتبقى حلوة جدا. بنشيل بقى أي زوايد موجودة بطريقة سهلة وبسيطة قوي. بتمنى تكون أفكاري بتعجبكم، وبتمنى تحطوا لايك للفكرة الجميلة دي، هتشوفوها في الآخر هتعجبكم جدا وعملية قوي. هبتدي بقى اجيب ورق استيكر من ده واغلف بيه العلبة من جوه بطريقة سهلة. اي قماش موجود عندنا، اي قماش طرحة قديمة كده، بسرفله على الشمعة علشان ما يطلعش اي خيوط زي كده. لو ما سرفلتهوش هيطلع خيوط ومش هيبقى حلو، فبسرفله علشان يبقى ثابت، وبغلف بيه الجزء اللي بره. نراعي ان الاطراف ما تبانش خالص، بنثبته طبعا من فوق ومن تحت. كمان الغطا بنغلفه. الفكرة ان احنا بنستغل حاجة موجودة عندنا في البيت مش بنستخدمها او هنرميها، فلما بنعملها حاجة زي كده بتبقى شيك وحلوة جدا. دي برضو قطعة كرتون انا غلفتها بالقماش وحطيتها في العلبة من تحت علشان يكون التقفيل من جوه ومن بره حلو. عندنا بقى لو عندنا غطا مثلا ازازة دواء، غطا ازازة مية، بنبتدي نستغله. انا عندي دي غطيان بتاعة ازازة الدواء، فهعملها كأنها رجول بالظبط واثبتها بالشمع. وياريت يكونوا كلهم نفس اللون علشان ما نحتاجش ان احنا نلونهم. بقت ليها رجول وحلوة جدا. هبتدي بقى ازين الغطا واحط له كده خرزة كبيرة عليها واحدة لولي وكمان حبة ورد علشان يكون سيمبل وفي نفس الوقت شيك. طبعا كل قماشة هتغير شكلها، يعني دي قماشة اديت شكل معين، اي قماشة تانية حسب اللون وحسب ديكور المكان عندك. بقت حلوة جدا بالشكل ده، هنستخدمها بقى في ايه؟ هنحط فيها توفي، هنحط فيها شوكليت، هنحط فيها اي حاجة. لو كبيرة شوية ممكن نحط فيها مصحف، هتبقى حلوة جدا. يا رب تكون الفكرة عجبتكم وتكونوا استفدتوا النهاردة من الفيديو، واتمنى تحطوا لايك، ولو انتوا اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي اول باول.